السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لشيخنا حفظه الله ولإخواننا في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. إخواني في الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا حصر لها. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أجل تلك النعم ومن أفضلها ومن أزكاها أن يوفق الله عز وجل العبد للانشغال بالعلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أجل النعم وأفضلها أن يوفق الله عز وجل طالب العلم لأن يتتلمذ على أيدي العلماء الراسخين وعلى أيدي العلماء الصادقين الناصحين المتجردين للدليل المبتعدين عن التقليد والمذهبية، وهكذا المبتعدين عن العصبية، من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفقه لأن يبرك بين يدي العلماء فينهل من علومهم ويأخذ عنهم. وأنتم في هذا المكان وفقكم الله لخير كثير، فوالله لولا
ما نحن مشغولون به مما نحن بصدده في مساجدنا، لبركنا على ركبنا في هذا المكان وزاحمنا بين يدي شيخنا حفظه الله لتلقي تلك الدرر المافعة والفوائد العلمية النافعة التي كنا نأخذها من فم الشيخ. ونسأل الله عز وجل أن يختار لنا ولكم ما فيه الخير. إخواني في الله، أنتم في هذا المكان في خير كثير، فنسأل الله عز وجل أن يجزي من كان السبب في هذا خيرا، وأن يعز قدر أهل هذه البلاد الذين فتحوا صدورهم وبلادهم لطلاب العلم. فما عليكم إلا أن تجدوا وتجتهدوا مزيدا من الاجتهاد في تحصيل العلم، وهكذا مزيدا من الاجتهاد في استغلال الأوقات فيما ينفع. فلقد والله مرت بنا أوقات ربما تشاغلنا فيها ببعض الأمور فندمنا على تلك الأوقات ندما شديدا. فما دامت المهلة سانحة، وما دام كذلك أيضا الفرصة سانحة، فعلينا جميعا أن نجد ونجتهد ونستغل أوقاتنا فيما ينفعنا، ونستغل أوقاتنا في تحصيل العلم. وأوصي نفسي وإخواني حفظهم الله تعالى بأمور نافعات إن شاء الله. أولها الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى في تحصيل العلم، فإنك في خير كثير، وفي طريق تغبط عليه، وفي طريق يوصلك إلى الرفعة بإذن الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي طريق موصل إلى جنة الله إذا وفقك الله عز وجل للإخلاص، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذا طريق الجنة يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص في أعماله في أقواله في كل ما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى، ومن ذلك طلب العلم، وهي من أجل العبادات وأفضل القربات. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم مثل طلب العلم لمن صلحت نيته. فالإخلاص لله عز وجل أمره عظيم وشأنه مهم، وإذا افتقده الإنسان في أقواله وأعماله فإنها تذهب سدى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإياك أن تكون ممن يتعلم من أجل أن يقال عالم، أو من أجل أن يقال قارئ، فإن هذه نية قاصرة، نية قاصرة. يوم القيامة يقال لصاحب ذلك في ذلك الموقف العظيم: إنما فعلت ليقال وقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار، عياذا بالله من ذلك. كذلك أيضا مما أوصي به نفسي وإخواني الثبات على هذا الدين، والثبات على طلب العلم، والثبات من رب العالمين تبارك وتعالى، لكن له أسباب يسلكها العبد
فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويثبته، لأن الثبات من الله. ومن أعظم أسباب الثبات طلب العلم الشرعي، ومن أعظم أسباب الثبات دعاء الله عز وجل، فقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم أسبابه أيضا الإيمان بالله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن أعظم أسبابه العمل بالعلم، اعمل بعلمك يثبتك الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أعظم أسباب الثبات أيضا أن تتأمل في أحوال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هذا مما يزيد العبد ثباتا على دينه بإذن الله. ولهذا قص الله على نبيه كثيرا من القصص، ومن الحكمة في ذلك التثبيت. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. كذلك أيضا إخواني في الله، مما أوصي به نفسي وإخواني الصبر، الصبر على هذا الطريق وعلى هذا السير، فإن هذه الدنيا تحتاج إلى صبر عموما، والمؤمن فيها مبتلى وهو فيها في سجن، وحال المسجون في سجنه معلومة عند الكثير من الناس، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر نفسه ويجاهد نفسه على الصبر على تحصيل العلوم، يجاهد نفسه على الصبر على طاعة ربه تبارك وتعالى عموما، يجاهد نفسه على الصبر عن معصية الله عز وجل فلا يجترئ عليها، يجاهد نفسه على الصبر على ما يقدره الله عز وجل من الأقدار التي تنزل بالناس عموما، لكن أهل الإيمان لهم مع أقدار الله المؤلمة ولهم مع المصائب والملمات شأن آخر. فكثير من الناس عند نزول البلاء يؤزرون ولا يؤجرون، وأما أهل الإيمان والاستقامة فإنهم يؤجرون عند البلاء. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، لأنه في خير على أي حال كان، إن كان في بلاء وشدة فهو في خير، وإن كان في نعمة وسراء فهو في خير، وهذا أمر مثير للعجب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أنت في خير على أي حال كنت، أنت في خير ما دمت مؤمنا، ما دمت مستقيما على دين الله عز وجل، ما دمت قائما بما أمرك الله عز وجل به، مبتعدا عما نهاك الله عنه، ما دمت مقيما لهذا الدين كما أمرك ربك تبارك وتعالى، فأنت في خير، سواء كنت في بلاء وشدة أو كنت في سراء ونعمة فأنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية، فإنه يستشعرها، فإنه يعترف لله عز وجل بها، فإنه يلهج بشكر الله عز وجل عليها،
فيحفظها الله عز وجل عليه، ويبارك الله له فيها ويزيده من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا إذا أصيب المؤمن ببلاء قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن ما دام مؤمنا لا بد من ابتلاءات، لا بد من ملمات، على قدر ما عنده من الدين وعلى قدر ما عنده من الإيمان واليقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، على قدر إيمانك وعلى قدر تمسكك بدينك، كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، أو قال يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا ابتلي، أو قال شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بحسب ذلك، ابتلي بحسب ذلك. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أي أن خطاياه وأن ذنوبه تتناثر ويغفرها الله عز وجل بصبره على البلاء، كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كم من شدائد تنزل بطالب العلم من ضيق وشدة وغير ذلك، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه على الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلم أنك ما دمت صابرا محتسبا أن الله تبارك وتعالى يعقبك خيرا، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن النفوس ربما تستعجل النتائج الطيبة، وهذا أمر ملحوظ عند الكثير من الناس، لكن أهل الإيمان وأهل اليقين ربما تلذذوا بما يقدره الله عز وجل مما يقدره عليهم من الملمات، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل يعقبهم خيرا من وراء ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى عبده المؤمن فإنما يبتليه ليكرمه، فإنما يبتليه سبحانه وتعالى ليمكن له، فإنما يبتليه ليرفع درجته، لأنه مؤمن، لأنه مستقيم على دينه، لأنه مستمر على الخير، لأنه سائر على ما أمره الله تبارك وتعالى، مقيم لدينه كما أمر الله عز وجل. ولكن أحيانا ربما لجهل الإنسان بعواقب الأمور يضيق صدره ويكره بعض الأمور التي تسير به بإذن الله عز وجل إلى خير.
وتأمل قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أمور يكرهها الإنسان ثم يكون من ورائها خيرات لا يعلمها. وأضرب لذلك بعض الأمثلة. تأمل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وفي حال بني إسرائيل حين ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم به من تسلط فرعون، فقال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن هذا الابتلاء الذي ابتلوا به الله عز وجل أراد أن يمن عليهم، وأراد أن ينعم عليهم بعده، وأراد أن يمكن لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهكذا تأمل فيما ذكره الله عز وجل في هذا الأمر في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلى أن قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل يعقبك الخير ما دمت متمسكا بدينك وإن ابتلاك بما تكره. وتأمل فيما حصل أيضا للمؤمنين يوم أحد، وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كم من فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات من وراء ذلك الابتلاء الذي ابتلي به أهل الإيمان يوم أحد. إذن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى عبده فإنما يبتلي عبده المؤمن ليكرمه وليرفع درجته ويعقبه الله عز وجل خيرا لا يعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وتأمل أيضا فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى في حادثة الإفك التي ابتليت فيها أم المؤمنين عائشة بما ابتليت به، حيث اتهمها المنافقون بما اتهموها به، ومع ذلك لما أنزل الله عز وجل براءتها قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابتلاء عظيم اتهمت في عرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع ذلك يقول ربنا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من خيرات، كم من خيرات حصلت لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها من وراء ذلك الابتلاء، ولو لم يكن إلا أن الله عز وجل أنزل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهذا لم يكن يخطر على بالها أبدا. ففي الصحيحين من حديث عائشة في قصة الإفك، وهو حديث طويل، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولشأني في نفسي أحقر
من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، كانت ترجو أن يرى رؤيا، فأنزل الله عز وجل آيات تتلى. وهذه من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إخواني في الله، إن هذا أمر مهم، ألا وهو أن يصبر الإنسان على ما يقدره الله عز وجل، وليعلم أن الله تبارك وتعالى ينعم عليه بالخير ويأتيه بالفرج عاجلا أو آجلا، ولله عز وجل حكمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل في حال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، أخذ وهو صغير وألقي في الجب وفرق بينه وبين والده، وهكذا أيضا أدخل السجن، وهذه ابتلاءات عظيمة، لكن الله أخلف عليه وأعقبه خيرات، ومنها أن الله عز وجل ساق له ملك مصر، جعله أمينا على خزائن مصر، كما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف في آخر تلك القصة العظيمة المشتملة على الكثير من الفوائد. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا أيضا تأمل في قصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بذلك البلاء في أهله، في ولده وفي جسده وفي ماله، ومع ذلك عافاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وأعقبه خيرا من ذلك الذي حصل له بسبب صبره عليه الصلاة والسلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وكم يذكر الإنسان من الأمثلة في هذا الجانب. إذن ما دمت مؤمنا، ما دمت مستقيما على دينك كما أمر الله تبارك وتعالى، كن على يقين أنه مهما أصبت به في هذه الدنيا فإن الله عز وجل يعقبك خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. مهما كان لابد أن تنال الخير بإذن الله تبارك وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولنجعل هذه الآية الكريمة نصب أعيننا جميعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فما كل ما كرهته نفسك من المصائب والابتلاءات يكون شرا، بل إنك إذا تعاملت معه تعاملا شرعيا من خلال الصبر والاحتساب، ومن خلال أيضا عدم التسخط على أقدار الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يخلف عليك بالخير ويعقبك خيرا من ذلك، ورب بلاء يسوق أو يكون سببا لأن يدخل صاحبه الجنة. بلاء يبتلي الله عز وجل به العبد ويكون سببا لوصوله إلى جنة الله. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يريد عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهكذا أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة تلك المرأة، قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيتي. فقالت: أصبر. ثم قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله لي. فدعا الله لها ألا تتكشف. فهذه ابتلاءات أصيب بها بعض الناس من عباد الله، وكانت سببا لدخولهم الجنة. إذن إخواني في الله، هذا الطريق يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه على الصبر من أجل الاستمرار على هذا الخير، ولا تبالي بهذه الدنيا، فإن هذه الدنيا إن يسر الله عز وجل بها وأنت على خير واستقامة فذلك خير، وإن كذلك حماك الله عز وجل منها فاعلم أن هذا قد يكون خيرا لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الأصل فيها أنها فتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كم زاغ من أناس بسببها، وكم انحرف أناس ربما عن الإسلام بسببها عياذا بالله، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تأمل هذا التحول السريع في وقت قصير، من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، ما سببه؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهكذا جاء عند الإمام ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. إذن ينبغي على طالب العلم أن يحذر على نفسه من فتنة هذه الدنيا، فإنها قد تكون سببا للزيغ كما سمعت في هذا الحديث: هو الذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. واعلموا إخواني في الله أن هذا الخير مما ينبغي أن يفرح به، مما ينبغي أن يفرح به، فبمثل هذا الخير من العلم والتعليم، من نشر العلم وبثه بين الناس، من تعليم الناس ما ينفعهم في دينهم، بمثل هذه الأمور فليفرح، هي أقدر أن يفرح بها من الفرح بزخرف الدنيا وزينتها وما إلى ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ولو جمعوا الدنيا بأسرها، ولو جمعوها بحذافيرها، فما أنزله الله عز وجل على نبيه من الكتاب والسنة خير من ذلك كله، وهو أقدر أن يفرح به، أقدر أن يفرح به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا ما أنزلت سورة
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون، يفرحون، وهذا من الفرح بفضل الله عز وجل. يفرح الواحد إذا ازداد علما ومعرفة وبصيرة في دينه. كان الصحابة يفرحون بالآية من كتاب الله عز وجل إذا نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن هكذا فلنكن إخواني في الله، نفرح بفضل الله عز وجل، نفرح إذا تعلمنا أمور ديننا. يفرح الواحد منا إذا وفقه الله عز وجل للتفرغ لطلب العلم، فوالله إنها لنعمة عظيمة. كم يتمناها من أناس وربما ما وفقوا لا، وأنت يا من وفقك الله عز وجل للمجيء إلى هذا المكان والتفرغ لطلب العلم، اعرف قدر هذه النعمة قبل أن تحرمها وقبل أن تفقدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاعرف لهذه النعمة قدرها واستغل وقتك فيما ينفعك، وهذا من معرفتك لقدر هذه النعمة. ومن أسباب حفظ الله عز وجل هذه النعمة علي. إخواني في الله، في الحقيقة ما كنا متهيئين للكلام والله، وإنما جئنا لنستمع إلى شيخنا، وكان الشوق يحدونا لذلك. ولا ينبغي لنا أن نرد طلب شيخنا حفظه الله تعالى، وهو أبونا ومعلمنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يدفع عنه وعنا وعنكم كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.